نادر أنه يكون في العالم كله قمم للمعرفة. في عنا قمة لتحدي القراءة، قمة لصناع الأمل، قمة كلهم يتلاقوا في شيء واحد، أن المعرفة قوة. عندما يكون لديك أمل فلديك طموح، والطموح يجب أن يكون مسلح بمعرفة. أنت يكون عندك معرفة والعلم، الناس سادت بالعلم، فأنت اليوم عندما يكون لديك المعرفة بالتالي تستطيع أن تواكب ما يحدث في العالم. اليوم التطور مذهل، يعني بآخر 20 سنة بعد منذ اختراع الإنترنت وإلى الآن الدنيا قفزت سنوات ضوئية عكس اللي مرقت مثلا مئات السنوات كما هي. فاليوم الإمارات من اللي شايفين، نحن نكون بصراحة نحكي ضميرنا، من اللي عايش بدولة الإمارات اليوم 47 عام دولة رقم واحد في العالم في البنى التحتية، رقم واحد في العالم في الطرقات، رقم واحد في العالم في اللي عم نشوفه في المطار. فإذا هم لم يحدث هذا من فراغ، حدث من خلال معرفة، من خلال رؤية العالم ومواكبته. فيحدث اليوم 33 متحدث، ندوات، نحن بنستفيد، ولما نستفيد أفاقنا بتتوسع. المعرفة هي كل لا يتجزأ، يعني الإعلام جزء من الحياة، الطب جزء من الحياة، التقنيات جزء من الحياة، فبالتالي نحن كلياتنا نلتقي في موضوع المعرفة. عينك على العالم.